هذا الفراغ من نعم الله جل وعلا للإنسان، وكثير من الناس مغبون في هذه النعم بحيث تضيع أوقاته سدى. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالعاقل الذي عرف حقيقة هذه الدنيا وعرف حقيقة عمر الإنسان وأنه دقائق وثواني تتصرم شيئا فشيئا إلى أن يقال فلان مات، فماذا قدم في هذه الدقائق وهذه الثواني؟ إغراس الجنة، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، لا يكلف شيء، كل جملة سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، شجرة في الجنة. يعني بدلا من أن تمكث السنين في انتظار هذه الشجرة لتثمر من شجر الدنيا التي قد تثمر وقد لا تثمر، سبحان الله شجرة، هذا لا يكلف شيء. لكن كثير من الناس مغبون، تضيع هذه الأوقات دون أن يستغلها فيما يريد.